نعم؟ هذا كيف بيدخل له؟ وين المشكلة؟ ما بيصير غير الأم أو الأب أو الأخ. تفضل لبرا. يا ابني الله يخليك، الأستاذ إجا معي من شان يقويني. أمي قوي حالك بحالك، اطلع لبرا إذا بتريد. يلا إذا بتريدي خلينا نخلص. شو عجبتك كتير القعدة هون؟ خلينا نخلص. ابن أختي كمان ابن شهيد، معلش إذا شفته أخذه. يا أمي كلنا اللي مسؤولة تجي تاخذ جسمين الشهيد تبعها، الله يخليكي. هذا ابني. الله يرحمه. اطلع نادي للشخص اللي كان معه، خليه يجوا ياخذوه. وأنت إذا بتريدي انزلي على أمانات استلمي أغراضه. عجل فرجك يا رب. الله يرحمه. يا جماعة بعرف انكم بتحبوه وهو عزيز عليكم كتير، بس نوار متعود قبل ما ينام يتحمم بمي سخنة، يا ريت ما تسمحوا له يغير عادته، وياريت تسمحوا لي انا كمان اني شاركوا فيه بهالمرة الأخيرة. يا خالتي مرامي الشهيد ما بيتغسل. هذا الشهيد ابني وانا بعرف شو بده اكثر منكم. يا مرامي حرام من الله، الشهيد لازم يندفن بدمه. لازم يندفن نظيف. خالتي مرامي نحن مقدرين حالتك. ما بدي حدا يقدر، اتركوني ساوي اللي بدي اياه وبس. بس هيك جروحه رح تضل معلقه بذاكرتك. من شان هيك لازم شوفها. استاذ حاتم يا ريت تساعدني من شان ننقل البطل على الحمام. يلا ابشاكر يلا تفضلوا يا شباب. يلا اشوي يا شباب اشوي. يا رب يا رب يا رب. لك كيف دفيق إذا ميت؟ أمرامي أنا فعلا صرت خايف عليه، ليكون صار لك شيء فعلا. لا لا اطمن لسه ما جنيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لك هذا عايش؟ لما شفته بالبرات كان عم يتحرك، حسيت كأنه عم يحكي معي، عرفت إنه لساته عايش، قلت لازم ساعده. أكيد في عنده أم عم تستناه على نار، وحرام الوقت عنده يروح على الفاضي. أقسم بالله شغلي بتحط العالي بالكف، شو الحكي هاد؟ هلا مو وقت الصفن يا أستاذ، من شان الله بدي إياك تساعدني. إيه والناس اللي برا اللي عم تستنى تودع الشهيد تبع حارتها؟ لا تحمل هم، أنا بتصرف. المهم هلا تلاقي لي طريقة مشان قصة الدفن، ولازم نجيب دكتور يشوف جروحه بس بدون ما حدا يحسها. والله اللي عم بصير كثير غريب، عن جد حاسس ايدي مربطها. لا الله يخليك، هلا مو وقتها. انت طول عمرك الحكيم يلي بنلجأ له وقت لي هالدنيا بتضيق علينا. انا هالمره قصدتك لانه الموت مضيقه علي كثير. طيب ونوار؟ نوار نوار قد ما بعد بيضل مدفون بقلبي حتى وقت اللي كان عايش. اي نوار كان بيننا. أشوف الناس. يلا معي أصلي. يا ريت تسامحوني،
أنا كذبت عليكم. خير أم رامي؟ شوفي، لأنه مالي غيركم من بعد الله، إياكم تساعدوني. قصة الحمام كذبة، بس أنا كنت مضطرة، كنت بس بدي أتأكد إنه يلي بيموت بيضل عم يعمل الشغلات اللي كان يحبها وهو عايش. نوار كان يحب يضحك على طول، البسمة ما كانت تفارق شفايفه. لما كشفت الغطاء عنه ما لقيت غير الموت مرسوم على بشه. هذا الشيء ذبحني، قتل النص اللي بقيان من قلبي. ترجاكم ولو يا أم رامي، والله العظيم قلوبنا معك، الله يرحمه. ما بكفي، نحن تحت أمرك، شو بتريدي؟ بس أنت أمري. ما بدي حدا يشوف نوار ولا يودعه. بس هيك ما بصير يا خالتي، هيك ما رح تتذكروا من نوار غير ضحكته اللي أنا هلأ ما شفتها، بس بدي ضل شوفها بحكيكم عنه. لازم الكل يتذكر نوار وهو عم يضحك، يذكرني أني بخاف أنسى، بخاف موت ومالي متذكرة. لا، بعيد شيء عن قلبك يا أمرامي، هذا طلبي الوحيد، وفيكم تعتبروها وصية الشهيد. يا أمرامي ما بيجوز من الله هيك كون عم تخالف الشرع. الشرع الوحيد هو أنا، ما حدا رح يشوفه، يعني ما حدا. يا أما إذا بدكن ادفنوني جنبه. لا حول ولا قوة. يلا شو عم تستنوا؟ يا جماعة صلوا على النبي، صلوا على النبي، هيك بدها أم الشهيد. فوتي لجوا أم رامي، فوتي لجوا. يلا عظم الله وأجركم سيدي، خلصنا. هيك ما بصير. بس يا أستاذ هادي مو حلوة بحقنا، لازم نعمل له وداع يليق بمقامه. لك أخي شو يعني وداع؟ جايتنا لهون هي توديعة، خلصنا يعني إذا ودعناه رح يرجع يعيش؟ لازم أقل شيء نقرأ الفاتحة. لك أخي الفاتحة بتنقرأ وين ما كان، هون ولا هنيك، خلص أنا نقرأ الفاتحة كلنا مع بعض. يلا يلا الفاتحة. يا سيدي اتكلوا على الله. الله يرحمه. ايوه الكل. بس انا ما بيهمني الكل، انا بيهمني مثلا راي حبيبي ابو الزين. يعني امبارح مثلا شو كان رايه بالغداء؟ امبارح ليش انا عم بشوفه لجوزي سم الموت؟ لا 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 لا، يعني متزعلين يعني؟ لا والله، بس يعني برافو عليكي، برافو عليكي، هيك بدي اياكي. المرأة لازم تكون بيت سر جوزها، وما لازم نهائيا تطلع اسراره لبرا، برافو عليكي. حكي معدل وعلى اصول سيدي، ابوس روحك. معدل وعلى اصول. ايش فيك؟ ايش فيك؟ بس نحن مو برا، نحن جوا، وجوا كثير كمان، لذلك فضفضي احكي، لا تضلي مخنوقة مشان ما تتعذبي، احكي. ايش بدي احكي؟ طب شو بدك تحكي؟ احكي الحكي اللي انت خايفة منه. والله يا سيدي ما بيجي احكي، والله يا سيدي انا ما بعرف شيء، جوزي ابو الزين ما بيحكي لي شيء، لا وين رايح لا وين جاي، ليش وبده ليش وما بده، ما يعني ما بفضفض لي، ما بفضفض لي اصلا. هو بيقول عني العايق والقش كثير وكثير تحكي، انا بالقش كثير وكثير تحكي سيدي. يعني انت ما عم تشوفي؟ طاول طاول. ايوه. طيب واذا اكتشفت انه عم تكذب علي يا حلوه؟ يحلي ايامك سيدي، ابوس روحك سيدي. ليش اكذب؟